السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أنا عزمي فضيلة الشيخ، أنا عزمي بن أحمد من جامعة سلطان أزلنشاه. وردت في أحد كتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى العبارة: المقدور كائن والهم فضل. وهناك عبارة أخرى في كتاب شيخ محي الدين ابن عربي، يعني هذا الكلام منسوب إليه: وللعبد بأسماء الحق تعلق وتخلق وتحقق. طيب، ألا تشرح لنا المراد من هذه العبارة حتى يتضح لنا يعني معنى العبارة؟ شكرا، فجزاكم الله خير الجزاء. Tolong ulang ubah ibarat yang hal ta'id ibarat al-ula yang ghairu wadih al-maqdur al-ula yani al-maqdur al-maqdur kainun wal hammu fadlun wal hammu fadlun al hammu yani alif lam ha mim alif lam ha mim wal hammu fadlun fadlam المقدور كائنون والهم فضل. أيوة، جميل هذه العبارة للإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه. هي أصل المقدور المقدر، قل المقدر كائن لا يمحيه، المقدر ما قدره الله سبحانه وتعالى. والهم هم العبد ونيته وقصده للفعل الذي يخلقه الله تعالى فيه فضل، كما قال الإمام ابن عطاء الله في حكمه: من فضله عليك أن خلق ونسب إليك، لأن الله خلق أفعال العبد عند وجود همه به، عندما هم بالفعل خلقه الله فيه، فهذا الهم يخلقه الله فضلا في العبد ليخلق عنده أفعال العبد. والمقدر كائن، يعني نحن نقول في الحديث النبوي: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال علماء التوحيد: ما شاء الله كان وإن لم يشأه الخلق، لأن الله ليس مقيدا بالأسباب، فالمقدر كائن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الخلق، لأن مشيئة الخلق ليست موجبة على الله. ربما هذا لا يترجم لأن سائل يفهم العربية وهو يدرس اللغة العربية في هذه الجامعة. مفهوم الجواب إن شاء الله. عبارة الثانية والآن شيخ أستاذ أزمي وهو المحدر في اللغة العربية بهذه الجامعة، نعم الأسماء يا سيدي، الأسماء الإلهية منها ما هو للتعلق ومنها ما هو للتخلق ومنها ما هو للتحقق، وقد شرح ذلك الإمام الفخر الرازي رحمه الله في كتابه حول الأسماء والصفات، وشرح ذلك أيضا الإمام الغزالي له كتاب في الأسماء والصفات. فمثلا اسم الله هذا لا يكون للتخلق، نعم، ولا يكون للتحقق، وإنما هو للتعلق. نعم، هل يصح لأحدنا أن يتخلق بالألوهية في تعامله مع الخلق؟ لا. الشيخ ابن عربي يقول في وصاياه: نعم، كن فقيرا من الله كما أنك فقير إليه. شو معنى فقيرا من الله؟ ألا يشم الله منك رائحة الألوهية بأن تتوهم أنك مشارك لله في وصف من أوصاف الألوهية أو الربوبية. نعم، فهذا يتناقض مع العبودية التي هي وصف العبد. فهناك أسماء للتعلق مثل اسم الله، في أسماء للتخلق مثل الكريم العفو الرحيم، هذه يتخلق بها الإنسان في تعامله مع الخلق. وقد قالوا في هذا: الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق سبحانه وتعالى. إذا عاملت الخلق بالرحمة
يرحمك الله. إذا عاملت الخلق بالعفو يعفو الله عنك، إذا عاملت الخلق بالإحسان يحسن الله إليك. هذه أسماء للتخلق، نعم، أوجدها الله وأمرنا بها. حديث في صحيح البخاري، نعم، عن رجل كان قبلنا كان يداين الناس، من أراد دينا يعطيه مالا بلا فائدة من غير ربا محرم، ويقول لأجرائه وعماله إذا أتيتم إلى معسر فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. فلما مات هذا العبد أوقفه الله بين يديه، قال: عبدي ماذا عملت من الخير؟ قال: ما عملت شيئا قط، إلا أني كنت أداين الناس وأقول لأجرائي وعمالي إذا أتيتم إلى معسر فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. فقال الله تعالى: نحن أحق بهذا منك، تجاوزنا عنك. هذا الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. إن شاء الله واضح. يعني yaitu ibarat yang disebutkan tadi adalah apa yang telah ditakdirkan Allah SWT itu adalah ada. Dan apabila seorang itu berniat sungguh untuk melakukan suatu ibadah misalnya, itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebutkan tadi, insyaAllah. Yani fi akhir al-ibarah yujad kalimat tahakkuk, yani fa warada fi ba'd al-kutub, yani ma'na tahakkuk, yani antafna fi ma'na hadha al-ism. جميل. لا تشرح لنا العبارة؟ نعم، يوجد هناك شيء عند أهل التصوف في سلوكهم اسمه الفناء في الصفات، أن تفنى في صفات الله سبحانه وتعالى بأن تصل إلى مقام في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله. أن يخرجك الله من إمداد القدرة المقيد إلى إمداد القدرة المطلق، فيصبح سمعك بالله تسمع بنور الله، بصرك بالله تبصر بنور الله، يدك تأخذ من الله وتعطي لله، رجلك تمشي في محاب الله. هذا كله داخل في التحقق بصفات الله سبحانه وتعالى. يعني التحقق يعني في مقام الحقيقة. نعم، InsyaAllah wadah. Jadi maksud dia seorang yang sudah amal ibadah dia terlalu tinggi, dia mencintai Allah Subhanahu Taala, tenggelam di dalam fana dengan sifat Allah Subhanahu Taala. Kita panggil al-fana fi sifat. Maka dalam hal ini, apabila dalam hadis Nabi dan Sahih Bukhari menyatakan bahawa apa yang dia jalan adalah jalan Allah, apa yang dia tubuh adalah tangan Allah dan lain-lain, itu menunjukkan bahawa dalam ibadah dia, dalam segala perbuatannya itu semuanya tenggelam fana kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, insya-Allah. Dan ini dipanggil dengan maqam hakikat yang sebenar.